بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف النبيين والمرسلين سيدنا وشافع ذنوبنا ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وبعد فقد قال سيدنا ومولانا وامامنا الامام ابو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه من زارها فله الجنه أرحب بكم أيها الأحبة المشاهدين أينما كنتم وحيثما كنتم في رحاب عقيلة من عقائل بني هاشم في رحاب كريمة من كرائم أهل البيت من كريمات أهل البيت في رحاب سليلة الدوحة النبوية الغصن, الغصن اليافع من الأغصان العلوية السيدة الكريمة مولاتنا فاطمه المعصومه صلوات الله عليها. نسلط الضوء في رحاب هذه الصديقه في هذه الحلقات او في هذه السلسله من الحلقات. ونتساءل من هذه السيده الجليله الطاهره؟ واين درجت؟ وكيف نشات؟ وما هي ابرز ملامح حياتها وتاريخها صلوات الله عليها؟ سيدتنا فاطمه التي اشتهرت فيما بعد بالمعصومه وبأخت الرضا وبالمحدثه والعالمه ولعلي في خلال الحديث وطيات هذه المحاضرات اتوقف عند هذه التسميات الكريمه الجليله. سيدتنا فاطمه المعصومه صلوات الله عليها ولدت ايها الاحبه في الواحد من شهر ذي القعده الحرام. أي في غرة الشهر، وكلمة غرة كلمة معروفة باللغة العربية، كما وردت أيضا في حياة الإمام الباقر صلوات الله عليه في تاريخ حياته ورد عندنا في الروايات ولد في غرة رجب، غرة رجب أول رجب، هذه كلمة أساسا باللغة العربية تعني البياض في جبهة الفرس. يقال له الغرة ناصية الفرس ثم استعيرت الكلمة لأول شيء لأول شيء فصاروا يقولون غرة الشهر غرة السنة غرة الأسبوع مثلا مولاتنا فاطمة المعصومة التي سنتوقف في رحابها هذه الحلقات وهذه الليال ولدت في غرة ذي القعدة في الواحد من ذي القعدة من سنة 173 للهجرة من سنة 173 للهجرة طبعا ما عاشت فترة طويلة صلوات الله عليها حتى امتدت يد الإثم ويد العدوان اليد العباسية التي لا تقل خبثا عن اليد الأموية امتدت إليها بالاغتيال ودس السم تحديدا أيها الأحبة وقضت نحبها في العاشر من ربيع الثاني أو في الثاني عشر من ربيع الثاني من سنة مئتين وواحد ومعنى هذا أن مساحة عمرها هاي المساحة الزمنية الكريمة ما كانت بالطويلة فهي ولدت في الواحد من ذي القعدة من سنة 173 واستشهدت مسمومة على أثر دس السم إليها في الثاني عشر أو في العاشر من ربيع الثاني من سنة 201 معنى هذا أن كل حياتها ما تجاوزت ثمان وعشرين عاما في غضارة العمر في ريعان الشباب قضت نحبها صلوات الله عليها في حياة هذه الصديقة صلوات الله عليها ما أريد أستعجل الحديث وأسبق الأحداث دعوني أتوقف عند اسمها هذا الاسم الكريم عند نشأتها عند البيئة التي درجت فيها فاطمة المعصومة هذه السيدة الجليلة اللي عندنا في ثلاثه من الائمه في ثلاث من المعصومين الاطهار من ائمه اهل البيت يشهدون لها بالفضل ويشهدون بفضل زيارتها وثواب زيارتها وحتى ان زيارتها هي نص من امام معصوم سياتينا الحديث ان شاء الله بالتفصيل لكن في البدايه اسمحوا لي اقف عند هذا الاسم الكريم سماها والدها مولانا موسى بن جعفر الامام السابع من ائمه اهل البيت سماها بفاطمه. الحقيقه هذا الاسم كان النغمه التي يعشقها اهل البيت سلام الله عليهم. لا تبارح شفاههم هذه الكلمه كلمه فاطمه. الاسم اللي له ايقاعه على قلوب اهل البيت ومسامعهم. انا اليوم تحديدا اشوف تذكره الخواص لسبط ابن الجوزي. ابن الجوزي إلى سبط عند كتاب تذكرة الخواص وهو من علماء العامة عندي الكتاب والكتاب منتشر كثير التداول لعله في أغلب الدول العربية موجود الكتاب في مكتباتها تذكرة الخواص سبط ابن الجوزي يقول أن للإمام موسى بن جعفر عليه السلام أربعة من البنات كلهن أسماؤهن فاطمة هذا يعكس أن الأئمة كانوا يحبون هذا الاسم الكريم يعشقون هذا الاسم الكريم هذا الاسم المبارك اسم فاطمه صلوات الله وسلامه عليها طبعا الموالون ايضا توارثوا هذه العاده من الائمه الطاهرين ما عليك ببعض العادات الجاهليه اختي ولدت بنتا فاسمتها فاطمه انا ما اقدر اسمي بنتي ايضا فاطمه هذه عادات جاهليه الائمه الطاهرون صلوات الله عليهم اسماء بناتهم فاطمه ويعددون اسم فاطمه صلوات الله عليها هذا الاسم إلى إيقاعة ذاك الرجل من دخل على الإمام صلوات الله عليه وقال له للإمام الصادق روحي فداه ولدت لي بنت يا ابن رسول الله قال ما أسميتها قال سميتها فاطمة لاحظ الرواية الإمام دمعت عيناه صلوات الله عليه هذا الاسم له إيقاعه له نغمته في قلوب أهل البيت وعلى مسامعهم يعشقون هذا الاسم إلا شفافيته الإمام دمعت عيناه قال أما إن سميتها فاطمة فلا تصح في وجهها ولا تلطمها، ولا تضربها، الى اخر الروايه. وهكذا اسماء اسم النبي صلى الله عليه واله، اسماء اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. احنا نلاحظ الروايه اللي دخل ذلك الرجل على الامام الصادق صلوات الله عليه، قال لي يا ابن رسول الله انا نسمي ابناءنا باسمك وباسم ابائك الطاهرين، افهل ينفعنا ذلك؟ التفت الامام صلوات الله عليه، قال اي والله. في المغني لابن هشام كتاب النحو المعروف مغني اللبيب في المغني من يشرح كلمة إي يقول حرف إيجاب الإمام يقول إي والله وهل الدين إلا الحب هو الدين هذا أن تظهر حبك لله أن تظهر حبك للأئمة الطاهرين أهل البيت الذين أمر الله بمودتهم وجعل مودتهم أجر رسالة النبي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى من قام الرجل قال له قرباي أم قرباك قال قرباي قرباك شكو أنت قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أي حال الإمام قال له إيه والله وهل الدين إلا الحب في تلك الرواية لما أجى الرجل معلش شوي نتوقف عند هذا الاسم الكريم من اجل ذلك الرجل للامام صلوات الله وسلامه عليه وساله السؤال والامام اجاب بهذا الجواب روحي له الفداء يريد يبين لنا في تلك الرواية الأخرى من اجل الرجل وقال للإمام ولد لي ابن قال ما أسميته قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحمد تدرون باللغة الجامع لكل صفات الخير صلوات الله عليه الراوي يقول رأيته يكررها محمد 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 حتى كاد أن يلصق وجهه وخدأ بالأرض حتى دمعت عيناه ثم الرواية طويلة قال الإمام هذه الكلمة هذه من الدروس إلينا نحن الموالين التفت الإمام قال ما من بيت فيه محمد إلا وتقدسه الملائكة نحن نحبهم فنسمي باسمائهم والدليل الامام الكاظم يسمي كما يذكر ابن الجوزي سبط ابن الجوزي في التذكره تذكره الخواص الامام عنده اربع بنات سماهن بفاطمه صلوات الله عليها. لهذا اظهار الموده بتسميه ابنائنا وبناتنا باسمائهم واسماء بناتهم صلوات الله عليهم. تخطر قضيه يذكرها التاريخ، ابن عباس كان من المحبين غايه الحب لامير المؤمنين. وعلي صلوات الله عليه يوم صفين اقترح اسمه ان يكون في التحكيم وغير ذلك وهو رجل حقيقه في محله وانا تحدثت عنه في حلقات في برنامجنا الرجال حول الائمه على اي حال هذا الرجل العظيم اللي كان معاويه يقنت عليه في الصلاه كما يقنت على علي والحسن والحسين كان يضيف مالك الاشتر وابن عباس حتى نعرف ابن عباس كيف كان محسوب على اهل البيت صلوات الله عليهم وهو ابن عم رسول الله ابن عم أمير المؤمنين صلوات الله من دخل معاوية يريد الحج دخل المدينة في قصة قال له بلغني يا ابن عباس أنك ولد لك ولد التفت قال بلى قال ما أسميته قال سميته عليا متعمد ابن عباس لأن يدري هذا لا يحب عليا قال له سميته عليا التفت إليه معاوية قال بما كنيته قال كنيته بأبي الحسن استشاط غضبا قال له وجمعت الاثنين يعني هم اسمه علي هم كنيته ابو الحسن هذا الموده هذا الحب اللي يجب ان نظهر حبنا لاهل البيت الغرض عوده لهذا الاسم الكريم فاطمه المعصومه صلوات الله عليها اسمها فاطمه طبعا فاطمه خليني ابين الاسم فاطمه ايها الاحبه هذا الاسم الكريم اللي تحدثنا عنه بهذه الدقائق الكريمه المباركه فاطمه في اللغه العربيه ماخوذه من الفطم الفطم شنو هو المنح والقطع لهذا يقال عن الأم فطمت ابنتها فطمت ابنتها شنو؟ أي قطعت عنها اللبن أي منعت عنها اللبن أو فطمت الأم وليدها أي منعته عن اللبن وقطعت عنه اللبن جين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها روح إلى الفداء عن ماذا فطمت؟ اقرأ الروايات، طبعا في روايات الشيعه وروايات اخواننا واشقائنا اهل العامه. الروايه الامام الصادق يقول: وانما سميت فاطمه بفاطمه لان الخلق فطموا عن معرفتها، منعوا ما ممكن أن يعرف أحد قدر فاطمة، في الرواية من عرف فاطمة فقد أدرك ليلة القدر، ليلة القدر معروفة، النبي صلى الله عليه واله الله خاطبه وما أدراك ما ليلة القدر، كيف تعرف ليلة القدر؟ هذا كناية عن أن فاطمة لا يعرف قدرها ومكانتها صلوات الله عليها، اللي الإمام يقول نحن حجج الله عليكم وأمنا فاطمة حجة الله علينا صلوات الله عليها، الغرض في تلك الرواية الأخرى وإنما سميت فاطمة بفاطمة لأن الله فطمها عن النار أي منع وقطع عنها نار جهنم في رواية ثالثة وإنما سميت فاطمة صلوات الله عليها هاي الرواية يرويها ابن عباس لأن الله فطمها وفطم ذريتها من النار بشارة لكم أنتم الموالين الرواية الأخيرة اللي أنقلها وهي مدونة في كتبنا أيضا الرواية هالشكل تقول لأن الله وإنما سميت فاطمة لأن الله فطمها وذريتها وشيعتها عن النار هذه بشارة لكم أنتم الموالين أينما كنتم حيثما كنتم صلوات الله عليها هذه الصديقة الطاهرة اليوم أشوف الرواية ليلا قبل ربما أقل من ساعة أو ساعة أشوف الرواية لا يجوز عن النبي صلى الله عليه وآله في كتبنا في روايات الائمه الطاهرين عن رسول الله صلى الله عليه واله لا يجوز عبد الصراط الا بشفاعه ابنتي فاطمه صلوات الله عليها، فاطمه مو انسانه عاديه. لحظات اتوقف ايضا عند الاسم لان هذه السيده اسمها فاطمه. حديثنا عن السيده فاطمه المعصومه صلوات الله عليها. فاطمه ايها الاخوه اسم فاعل وزن اسم فاعل. احنا ندري باللغة العربية سمارة توسع كثير عندنا اسم فاعل وعندنا اسم مفعول عندنا ضارب اسم فاعل مضروب اسم مفعول صيغة اسم المفعول عندنا عالم صيغة اسم فاعل معلوم صيغة اسم المفعول عندنا قاتل عندنا مقتول مثلا وهكذا عندنا فاطم وعندنا مفطوم عندنا فاطمة وعندنا مفطومة فاطمة صيغة اسم فاعل ولكن معناها صيغة اسم المفعول شوفوا اللغة فاطمة أي مفطومة وهذا كثير باللغة حتى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في عيشة راضية راضية صيغة اسم فاعل ولكن معناها شنو في عيشة مرضية بمعنى اسم المفعول وهكذا حتى في العرف اليوم اليوم في زمننا إذا واحد دعاك إلى وليمة دعاكم إلى وليمة كريمة محترمة تلاحظ لما تطلع من البيت بعد العشاء أو بعد الغداء بالعافية لما تطلع شو تقول له تقول دار عامرة تستخدم صيغة اسم الفاعل وتريد اسم المفعول دار عامرة شنو معنى أي دار معمورة هذا معنى الغرض اسم الصديقة الطاهرة بنت رسول الله فاطمة معناه مفطومة مفطومة عن المعرفة أي لا أحد يعرف قدرها ومكانتها وانما سميت فاطمه بفاطمه لان الخلق فطموا عن معرفتها كما يقول حفيدها الصادق عليه السلام او فاطمه لان الله فطمها وشيعتها وذريتها من النار الغرض اسمها الكريم السيده فاطمه التي عرفت فيما بعد بالمعصومه طبعا المعصومه مو هذا الاسم جاي من فراغ الروايه عندنا عن الامام الرضا صلوات الله عليه من زار قبر المعصومه من زار قبر فاطمه المعصومه او في روايه من زار قبر المعصومه بقم هالشكل الروايه نصها، من زار قبر المعصومه بقم فله الجنه، وساتحدث ان شاء الله فيما بعد لاحقا عن بركات هذه الزياره وثواب هذه الزياره، ثواب زياره السيده المعصومه، ثلاث ائمه يقولون من زارها فله الجنه، الامام الجواد صلوات الله عليه يقول من زار قبر عمتي بقم فله الجنه. صلوات الله عليه. الامام الصادق صلوات الله عليه جدها يقول من زار من زارها فله الجنه روحي له الفداء، شخصيه جليله كبيره على اي حال، اسمها فاطمة عرفت بالمعصومه ايضا، خلينا شويه أتوقف من المعصومه عند هذه المفرده الجليله. المعصومه ماخوذه من العصم من العصمه. معليش شويه البحث بلغه وكذا فلان او نتوسع في الجانب اللغوي لاثراء البحث، الحديث صله، ما نخرج ان شاء الله عن الموضوع في سياق الموضوع. عرفت بالمعصومه لان اخاها اطلق هذا الاسم، الامام المعصوم، الامام الرضا صلوات الله عليه، من زار قبر المعصومه، ليش عرفت بالمعصومه؟ المعصومه ماذا يعني؟ المعصومه كلمه ايها الاحبه ماخوذه من العصمه. العصمه شنو هي؟ الوقايه والصون والحفظ والمنع، هذا معنى العصمه. نظيره في القران او دليله في القران. بسم الله الرحمن الرحيم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء هذا ابن نوح النبي ابن نوح عليه السلام ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني يعصمني يعني يمنعني النوح نوح عليه السلام شنو جاوبه جا جا قال لا عاصم اليوم قال لا عاصم اليوم من أمر الله ماكو عصمة ماكو منعة في قصة طويلة نظير هذا بالشعر بالادب العربي عملاق الاسلام الخالد بطل الاسلام الشهم مولانا ابو طالب اول الصحابه اول الذائدين عن رسول الله بشعره بمواقفه بتضحياته بجوده بحمايته بذوده عن النبي صلى الله عليه وآله اقرأ تاريخ أبي طالب اللامية اللي يرويها ابن هشام في السيرة أكثر من مئة وعشرة أبيات من الشعر اللامية المعروفة في ضمنها شي يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل عصمة العصمه شنو معناها يعني المنعه النبي صلى الله عليه واله يريد يشيد بكرم النبي روح الى الفداء يقول يمنع اصحابه من الاحتياج عصمه للارامل اي يمنع الارامل من الاحتياج ومد اليدين الى الغير يشيد بكرم رسول الله صلى الله عليه واله وكل قصائد ابي طالب ايمان والعلقه بالفتره تحدثت لكم حلقات عديده على اي حال كل شعره ايمان صلوات الله عليه، هذا اللي يخاطب النبي يقول له والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. هذا الرجل الطاهر الكريم على اي حال، اذا العصمه في الشعر استخدمت بمعنى المنع والحفظ والصون، وكذلك في القران الكريم. الشخص المعصوم ليش يقال له معصوم عنده ملكة ربانية قدسية تمنعه من ارتكاب المعاصي والآثام والخلل والزلل في أمور التبليغ وغيرها هيركز يمها في أمور التبليغ وغيرها احنا لا نذهب إلى ما يذهب إليه بعض شرائح المسلمين بس معصوم في أمور التبليغ لا الشيعة يذهبون إلى عصمة النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم والأنبياء كافة في أمور التبليغ وغيرها حتى من السهو والغلط والنسيان حتى ما يخالف المروءة كالأكل بالسوق وغيره وغيره هذه احنا عقيدتنا السهو والنسيان كله يمنع هذه يقال لها شنو؟ يقال لها العصمة ملكة ربانية الملكة شنو تعريفها خلنا بين هاي الكلمة ما يخالف الملكة هي حالة نفسانية قارة واحد عنده ملكة الشعر واحد عنده ملكة الخطابة كل واحد يجيبه يصير خطيب لا ما شكل أنا شفت أسرة في أحد البلاد هذول رجال نساء كبار صغار عجائز شياب كلهم سبحان الله من الرضيع إلى الكبير كلهم يتحدثون الشعر يجيدون الشعر بالملكة أسرة تلقيها كلها تحمل أو عدها موهبة وملكة الخط الجميل الحسن هاي ملكة الملكة حالة نفسانية قارة العصمة هي نفسها حالة وملكة موجودة في المعصوم طبعا بشكل لا ينافي سلب الاختيار في قصة سمار ادخل بحث العصمة هذه معنى العصمة وهذا معنى المعصوم طبعا العصمة مأخوذة من العصام العصام هو الحبل الذي يسد على فم القربة ليقيها من الإراقة والانسكاب ليحفظها للقربة ليصونها ليمنعها ما شئت فعبر العصمة هي الصون والحفظ والوقاية والمنع المعصوم عند حالة تمنعه من ارتكاب الذنب تمنعه من ارتكاب الإثم والخطأ والسهو والنسيان وغير ذلك يقال له معصوم. هذه السيده عبر عنها بالمعصومه فاطمه المعصومه، اشتهرت بانها المعصومه، سماها اخوها الرضا صلوات الله عليه من زار قبر المعصومه بقم فله الجنه. المعصومه هذا الاسم ما اتاها من فراغ. طبعا هسه واحد يقول هل هي معصومه العصمه الكبرى؟ لا شك العصمه الكبرى للنبي صلى الله عليه واله وللائمه الاثنى عشر والسيده الزهراء صلوات الله عليها، هؤلاء المعصومون، ما أرد ادخل بحث العصمه وادله العصمه مو حديثي هذا الان وان شاء الله اعدكم في حلقات او في برامج اخرى اشير الى هذا الجانب العقائدي. الغرض يقال لها المعصومه لانها عندها العصمه الصغرى وهذا لا لا يستكثره الانسان على هؤلاء الطاهرين فهي ربيبه من تربت في حجر من نشات في حجر من نشات في حجر موسى بن جعفر والدها نشات في حجر طاهره طاهره وهي امها الزكيه تكتم صلوات الله عليها للعلم كانت تلقب بالطاهره ام المعصومه صلوات الله عليها روحي لها الفداء الغرض هذا بالنسبة للإسم وسأرجع بعد قليل إلى نشأتها روحي لها الفداء يقال لها فاطمة اسمها الكريم يقال لها المعصومة يقال لها كريمة أهل البيت وفعلا هم منبع الكرم عادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم ذول سجاياهم الكرم صلوات الله عليهم كان عندنا مرة حلقة مادي إذا ذكر المشاهدون الإعجاز في كرم علي بن أبي طالب علي مو بس معجز بالسيف بالعضلات القوية وبالقدرة غير المحدودة علي معجزة في الكرم كان بحث عندنا مرة بحثنا هذا الأمر عبر هذه الفضائية الكريمة فضائية الأنوار الغرض بيت القصيد وموضع الشاهد كريمة أهل البيت يقال لها صلوات الله عليه يقال لها أخت الرضا الإمام الرضا شخصية لامعة عرفه التاريخ الإسلامي الإمام الرضا شخصية يذكر ابن الفتال النيسابوري في روضة الواعظين ماذا يذكر عنه؟ يقول كان يفتي الناس في مسجد رسول الله وهو ابن عشرين سنة شخصيه لامعه الامام الرضا كما هو امام معصوم وحجه الله كان له صفه رسميه صفته الرسميه صار وليا للعهد باسباب وظروف ولعلي في محاضره او في مجلس اشير الى هذا المعنى او في حلقاتنا وحديثنا عن الامام الرضا في الحلقات المقبله احدثكم احدث الاحبه المشاهدين عن سبب قبول الامام ولايه العهد في قصة طويلة اسمه مسكوك على العملة النقدية يوم ذاك السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه إذن هم عند صفة إلهية ربانية إمام معصوم هم عند صفة شخصية وعند صفة رسمية مثل ما نقول حكومية أكثر من خمسين دولة من دول اليوم تتداول العملة التي مسكوك عليها اسم الإمام الرضا صلوات الله عليه من هنا الامام الرضا كان علم مشهور معروف صلوات الله عليه. ابناء الرضا الامام الجواد محمد بن علي التقي الجواد ماذا كان يقال له؟ يقال ابن الرضا. الامام مثلا علي النقي الهادي الامام صلوات الله عليه العاشر يقال له ابن الرضا، لهذا تشوف الروايات رايت ابن الرضا، حدثني ابن الرضا، حفيد ولده الامام العسكري، تقرا في التاريخ قال لي ابن الرضا ورايت ابن الرضا الحسن العسكري. وهذا شيء في علم الأنساب معروف إلى اليوم، اليوم كنت أشوف تاريخ أحد الكتاب القزويني الشافعي فلان فلان القزويني الشافعي الذي ينتهي نسبه إلى مالك ابن أنس خادم رسول الله الصحابي المعروف. في علم الأنساب ينسب الشخص إلى الأشرف، واحد يقول لك من سيد أحمد؟ ما تقول له إبن سيد مثلا فلان، تقول له إبن رسول الله، تنسبه إلى الأشرف، هذا معروف في علم النسب. الغرض بيت القصيد في رحاب هذه الصديقه صلوات الله عليها كما ابناء الرضا واحفاد احفاده يقال ابن الرضا فكيف باخته وشقيقته مولاتنا فاطمه المعصومه كان يقال لها ايضا من الالقاب التي اشتهرت بها اخت الرضا. يقال فاطمه اخت الرضا. أي أخت أبي الحسن صلوات الله عليه وهو معدن الفخر معدن الفضيلة صلوات الله عليها هذه العلوية الكريمة الطاهرة مولاتنا فاطمة المعصومة صلوات الله عليها عرفت بألقاب عديدة المحدثة العالمة الفاضلة إلى آخره نشأت في حجر من؟ أبوها من؟ وأمها الزكية من؟ أبوها مولانا سابع أئمة أهل البيت ابو الحسن الاول ابو الحسن الماضي العالم العابد مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليه الذي تقرؤون عنه ايها الاحبه في الزياره صاحب السجدات الطويله صاحب الدمعه الغزيره اللي التاريخ يقف عنده باكبار تاريخ بغداد هذا من ربى فاطمه المعصومه الامام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله عليه، تاريخ بغداد الخطيب البغدادي يذكر عن علي بن خلال ما المت بي ملمه الا وقصدت قبر موسى بن جعفر صلوات الله عليه، وفرج الله به كربتي وقضى الله به حاجتي. الامام الشافعي وهو يتغنى ويترنم بحب اهل البيت ونحن نجله. وأقرب أئمة مذاهب المسلمين إلى مذهب أهل البيت حتى بالطواف كان يمدح أهل البيت حتى في السعي كان يمدح أهل البيت وأبياته معروفة يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له لو فتشوا قلبي رأوا وسطه أبيات كثيرة أشعار كثيرة الغرض الإمام الشافعي كان يتعهد قبر الإمام موسى بن جعفر كل يوم ويقرأ القرآن على قبره حتى قيل له في ذلك مسر في جلوسك على قبر موسى قال قبر موسى ترياق مجرب كلمة الترياق زمن أول كان يستخدموها للموجوع للمكسور للي يشلعون ضرسه وعند ألم حتى يهدأ وينام ويسكن ألمه ينطو مادة الترياق يضربون فيه المثل الشافعي الإمام الشافعي يقول على مولانا وإمامنا وسيدنا موسى بن جعفر يقول قبر موسى ترياق مجرب شخصية فذا للمفيد يذكر عن مولانا الكاظم يقول كان أعبد أهل زمانه وأكرمهم نفسا وأسخاهم كفا وكانت الناس بالمدينة تسميه زين المجتهدين طبعا كما كانت تسمي جده السجاد زين العابدين صلوات الله عليه هذا أبوها أبوها اللي ابن الصباغ المالكي شوف احنا ذكرنا تاريخ بغداد الخطيب البغدادي ذكرنا الإمام الشافعي شنو يذكر عن مولانا موسى بن جعفر تعال اسمع الصباغ ابن الصباغ المالكي في الفصول المؤمة شنو يذكر يقول هو المعروف في زماننا عند أهل العراق بباب الحوائج لنجح حوائج المتوسلين بإي إلى الله هذا اللقب ما إجا من فراغ أن موسى بن جعفر صلوات الله عليه والد مولاتنا فاطمة المعصومة يعرف بباب الحوائج باب الحوائج لقب قبل زهاء ألف سنة الناس كانت تتداول هذا اللقب وتعرف الإمام موسى بن جعفر هو المعروف في زماننا عند أهل العراق بباب الحوائج لنجح حوائج المتوسلين به إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى هذا من ربى مولاتنا فاطمة المعصومة مولاتنا فاطمة المعصومة أبوها وسأشير في حلقة لاحقة إلى بقية الحديث أبوها الذي التأريخ يقف عنده بإجلال وإكبار هذا اللي صلوات الله عليه حتى خصومه شعدوا له بالعبادة هارون بنفسه لما شاهد السواده شنو قال؟ قال للفضل ما تلك السواده؟ قال له ما هي بسواده ولكنه ابن عمك موسى بن جعفر من اعلى القصر، قصر كبير جدا يشوف سواده على مسافه نائيه، يقول له انه ابن عمك موسى بن جعفر انه ليصل نوافل الليل بصلاه الصبح فاذا جلس الصبح فاذا صلى الصبح جلس معقبا. يجلس يعقب حتى تطلع عليه الشمس فإن طلعت عليه الشمس خَرَّ ساجداً لله وحتى تزول عليه الشمس من طلوع الشمس سجدته الى زوال الشمس صلاه الظهر اقل ما يكون هذه السجدة مدته آسة ساعات صلوات الله عليه ولك ان تعرف عبادتها وسنشير الى عبادة المعصومة هذا من ربّاها اي انسان لما تريد تعرف مستواه وتعرف مستقبله وتستشرف مستقبله تمر بصغره وصباح تشوف التربيه التي لاقاها في صغره تعرف نشاته تعرف كيف درج تعرف وتستشرف مستقبله هذه فاطمه المعصومه صلوات الله وسلامه عليها هذا من رباها وساشير في حلقه لاحقه الى مقام امها صلوات الله عليها وكيف نشات وكيف درجت وكيف تتلمذت في مدرسة والدها الكاظم وتتلمذت في مدرسة أخيها أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه بشيء من التفصيل والإسهاب إن شاء الله. في آخر الحديث ليس لي إلا أن أذكر مقاطع من زيارتها صلوات الله عليها، السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا فاطمه المعصومه كما في النص يا فاطمه المعصومه اشفعي لي في الجنه فان لك عند الله شانا من الشان نسال الله ان يرزقنا ويرزقكم ايها الاحبه المشاهدين اينما كنتم حيثما كنتم ان يومن علينا الله عز وجل بزيارتها وشفاعتها انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته oh <im>